أو قد بلغ بك أن تكتشف لذة في وجع الأسنان وتضحكون وأنتم تصرخون بهذا الصراخ، وأنا أرد عليكم ولم لا؟ نعم، إن في وجع الأسنان شيئا من اللذة. لقد أوجعتني أضراسي شهرا كاملا ووجدت في هذا الألم لذة. والحق أنك في هذا الوجع لا تغضب وأنت صامت، بل تغضب وأنت تئن أنينا، وهذا الأنين ليس صادقا خالصا ولكن فيه خبثا، وفي هذا الخبث يكمن كل شيء. إن لذة الذي يتألم تجد تعبيرها في شكواه وأنينه، وهو لو لم يشعر بلذة هذا الأنين لم يئن ولم يتوجع. حقا لقد ضربت لكم يا سادتي مثلا مبينا رائعا، فدعوني أشرح لكم. إن عدم جدوى ألمك وهو عدم مخجل يجد في هذا الأنين تعبيرا عنه، ثم إنه مظهر شرعي للطبيعة التي لا تبالي بها أنت، ولكنها مع ذلك تؤلمك وهي خالية البال لا تتألم. إن شعورك يقول لك ليس لك في هذا الوجع عدو، ولكن الوجع مع ذلك موجود، وشعورك يردد على مسمعيك إنك ستظل عبدا لأسنانك عن طريق عبوديتك لأطباء الأسنان، وأن الوجع قد ينتهي إذا خضعت لهوى طبيب منهم، فإذا لم يتبع الطبيب في أسنانك أهواءه ظل الوجع مستمرا 3 أشهر أخرى. حاول ألا تخضع وجرب أن تحتج، ولسوف ترى أن لم يبق لك عزاء إلا في أن تحتمل وزر عنادك وأن تضرب بقبضة يدك جدارك الحجري، لا شيء غير ذلك. لعمري إنها لمهازل، مهازل لا تدري من صاحبها، ومنها تنبعث لذة قد تسمو فتكون شهوة عارمة. أرجو يا سادتي أن تصغوا إلى أنات رجل مثقف من رجال القرن 19 وهو يشكو وجع أسنانه. لو سمعتم أنينه في اليوم الثاني أو اليوم الثالث من هذا الوجع لعلمتم أن أنينه هذا لا يشبه في شيء أنينه في اليوم الأول، يوم كان يئن لأنه يتوجع فحسب، وكأنه واحد من أولئك الفلاحين الجفاة الغلاظ. أجل، لقد أصبح أنينه منذ اليوم الثاني أنين إنسان متطور متصل بالحضارة الأوروبية، أو على الصحيح أنين إنسان فقد كل مبدأ وطني كما نقول اليوم. وتأوهاته تلك تغدو شريرة حقا، خبيثة خبثا دنيئا، وتستمر أياما وليالي طوالا. ثم إنه يعرف أن أناته هذه لا تنفعه في قليل ولا كثير، ويعرف أكثر من الناس جميعا أنه يحنق حنقا فارغا ويغضب ويتعذب فلا يصنع شيئا غير إزعاجه من حوله من الناس، وهو لا يجهل أن الناس في مجلسه وأن أهله لا يشعرون بغير الإشمئزاز من تأوهاته وأناته، وأنهم لا يؤمنون بألمه، وأنهم يعتقدون أنه يستطيع أن يشكو شكوى أكثر بساطة وأقل تعقيدا دون مبالغة ولا تصنع، وأنه إنما يغالي في أنينه خبثا منه وكيدا. هذه الألوان من الخجر هي التي تصنع لذتنا حين نشعر بها. الحق أني مزعج لكم، ممزق لقلوبكم، مانع عن عيونكم الرقاد، وليكن ذلك كذلك. لا تناموا واعلموا علم اليقين أن أضراسي تؤلمني. لست عندكم ذلك البطل الذي أود أن أكونه، وإنما أنا إنسان تافه حقير، إنما أنا شقي، ويسعدني أنكم كشفتم سري. لعل سماع آهات المسكينة يزعجكم، لا أبالي بكم، ولا أقذفنكم بآهة تتبعها آهة وتزيد عليها في كل مرة حنقا وغيظا. أما تزالون يا سادتي عن الفهم عاجزين؟ إذن فأصغوا إلي. إذا شئتم أن تشعروا بدقائق هذه اللذة وأجزائها، فاجعلوا شعوركم ناميا وإحساسكم مرهفا. إنكم تضحكون وتتغامزون، وأنا أضحك لضحككم وأستهزئ بكم ساخرا سخرية كريهة المذاق غامضة غير منظمة. ولقد أشك في أن لها مزية أخرى، إنها ذات مذاق كريه، لأني لا أحترم نفسي احتراما كافيا. ولكن أخبروني، أيستطيع رجل يشعر بنفسه أن يحترمها مهما كان حظ احترامه لها قليلا؟